شبيك؟ لك أمها لا ما بدنا السهر، أمها لا بيجوا علينا ونحن أصلاً تعبانين وما قلنا خلق نرد حدا. لك يلا بسرعة بسرعة، قوم قوم قوم. لك اتركوه، لك تليفونه. شو هاي؟ في دم. شو ما عباته كل دم. طلع ميدا 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 يا الله ترميها على راسه. ميدو ميدو اصحى ميدو، شيلو 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 على السيارة شيلو. يا الله يا الله، مين هدول؟ يلا اي كلنا سببك انت، كلنا سببك. ميدو اصحى ميدو 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 معي لانك تعبه. ميدو ميدو قوم راسي ميدو ميدو قوم قوم ميدو ميدو اصحى ساعدنا. اخذوا الكيس. شو اخذوا؟ شو اخذوا؟ اخذوا الكيس. اي كيس؟ قوم قوم. لا 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 بمشي. اقعدي وراهم اقعدوا. تايا وين اخذوه؟ وين كان الكيس؟ ماي الماي بالسيارة. امشي امشي على السيارة. تايا امشي. تا اخذوا الكيس. تايا ارتاح ارتاح. شو عملوا فيك؟ يا الله اتصل بالدكتور، اتصل بشي لأم راسه صار له شي. حقون وين راحوا؟ من وين؟ من وين راحوا؟ قوم نروح، قوم نروح، هلا بيرجعوا بيجوا علينا. قوم ميدو قوم، خلينا نروح على البيت، هلا بيرجعوا بيجوا. لك يلا قوم، هلا بيرجعوا بيجوا. لك قوم، هلا ما بدنا السحر، قوم هلا بيجوا علينا. خلصنا يلا يلا قوم. اقعد ورا ضيق بس راسي. لا اخذوا لي تليفوني يمكن. لا 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 نحن لقينا تليفونك على الارض. وينه؟ لك ضربوني ليش ما خبرتوني؟ لك كيف قلنا لك نحن من بعيد انت ما سمعتنا. امشي امشي امشي، روح هلا بيجوا بيجوا علينا. امشي الله انا خايفه. امشي نروح. مين هدول؟ مين هدول؟ ما شفتوا الشن؟ ما شفتوا الشن، ما شفت لحدا ضربني وهرب. انتبه انتبه ما يوقع راسك، عم يوجعك. اصحى مشوا يلا بسرعه، اسرعوا يلا يلا. طولي بالك بس شوي شوي. لك كيف شوي شوي؟ هلا بيرجعوا بيجوا علينا. ما شفت كيف شكلهم؟ يعطيكم العافيه يا جماعه. طبعا نحن صرنا باليوم الثاني بعد ما انا اكلت ضربه على راسي ولقوني بالغابة، فقررنا نجي على الغابة ومعنا شخص هعرفكم عليه هلا مباشرة وجنى، كرمال نضل عم نبحث عن هذا الموضوع. طبعا نحن جينا من هون من هذا الطريق اللي هون شايفينه، هذا كتير طريق طويل فانا اختصرنا يمكن باين عليه قديش عيوني حمر وكذا. طبعا معنا اليوم جنى ومعنا هون عبد العزيز. هو زلمة عنده شوي خبرة بموضوع الطاقة والسحر وهيك، فاليوم إن شاء الله جبناه معنا كرمال يقدر يفيدنا ونلاقي هذا السحر وافقوا عني بإذن الله. فالله نحن حنتابع بالغابة، هو أعطانا كم مؤشر، شرحنا عن المؤشرات اللي أنت أعطيتنا إياها. طبعا يا جماعة أنا تبعت آثار، بتبع آثار، بتبع آثار إجرين، يعني كم قديش المدة اللي صار داعسين على هاي الأرض فيها. انا هلا ميدو حكاني وانا قلت له ان شاء الله راح اخدمك وراح نتبع اثره مزبوط ان شاء الله، يعني راح نتوصل لهم اذا الله راد. اذا الله راد فهو اعطينا دلائل ونحن حنمشي علينا. هلا هو حيمشي قدامنا ونحن حنمشي وراه وان شاء الله نوصل. طبعا الطريق طويل وان شاء الله نلاقي دليل يوصلنا لاي شيء نحن بيقدر يفيدنا. فخليكم يا جماعه حبيبي. بس بدي احكي شغله، انه نحن بنفس الغابه اللي كنا فيها هذيك المره ولقينا فيها السحر ورجعوا اخذوا السحر مره ثانيه، فكمان هيك نحن هون هلا حتى نبحث عن السحر يلي هن رجعوا اخذوه. نحن هلا رح نبحث عن السحر اللي رجعوا اخذوا السحر اللي كانوا هن مخبينه مثل ما بتعرفوا تحت الشجره، تحت ثلاث حجران على شكل مثلث. فخلينا نتابع يا جماعه الخير. نمشي وراك نحن عزيز. نحن اذا فيكم تمشوا بميدو وراي عط الخطوه، لانه اللي عمل هيك شغله اكيد ما راح يترك اثره فاضي. يا جنى تبع انتبهي تعالى يا جماعة، مكان بخوف أكثر من ديك المرة. خايفة. آه آه شو صار لك؟ شو
صار لك؟ ميدو 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 شو صار لك؟ قوم 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 ليش تشنجد اجره؟ ما قلت لا انتبه انتبه ميدو انتبه ميدو ميدو عشان اخليك ماشي وراي وراي خليكم ماشي وراي قوم 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 خليك معنا ميدو استنى باول طريق شو بك؟ ميدو انتبه ميدو خليك ماشي وراي خليك ماشي وراي وين دعست؟ ليش شوفي شوفي بهالمكان؟ لا قلت لكم خليكم ماشيين وراي ما اقول لانه في شيء ليش ما عم تمشي ورا ميدو؟ ميدو خليكم وراي وراي على الدعسة انتبه انتبه خليك معي هيدي مرقوا من فوقها ماشي بدي ارياج انا ماشي ميدو من فوقها ماشي انتبه ما دعس عليها بس خلينا نريح شوي بس كمان عبو جاني يا الله ميدو ميدو لك في عنا هون شوف 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 شفت الاجرين ميدو؟ ايه تمام شفته خلينا احنا واقفين هون روح شوفهم وتعال شوف قديش صار لهم تشنجت كثير لا وقعت ولا شيء لا لانه انت يمكن دعست على مكان غلط قرب ميدو قرب جنى امسكي امسكي اقصى اليمين ها اعطيني 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 ايدك اعطيني ايدك انتبه يلا لا المهم انت يا جماعه دعست الاجرين كلها هون الله شو هالقرف جنى انتبهي انت اخيرا خليك انت قدامي اسرع انا ما عم بمشي على مهلي اي 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 انتبهي دقيقة دقيقة اخ شو هدول؟ اطلع اطلع خلي مسافة بيناتكم خلي مسافة خلي شيء قدامنا احنا ما لازم ندعس بالنص ابدا 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 خليك على اليمين جنى يلا روحي جنى شو بك؟ زحطت ما تدعس بالنص قرب ميدو 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 صار لكم شيء؟ يا الله وعدت اجري اجري نملت نملت اجري ما بعرف ليش لا لا ميدو لا ما كان لازم يا الله يلا يلا خليني امشي ميدو انتبه الله يوفقك خليك قدامي يا الله كله شوك هون شو بدنا نعمل اخ اجري ما اجري من نملة اجمع عليك طريق شوي من هون ضل حقينك على الدعسة ابدا ابدا قربوا معي قربوا معي على اليمين وافشخوا على النص افشخوا من هون على النص ارجعوا بسرعة بقدر انا علقت هون اي ميدو علقت نزل 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 يلا راس ابو جان كمان خليك جنب ميدو ميدو ايه تمام 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 شو بس وقفوا شوي تمام انتبه هون في عربات جرافة بس شوي بس شوي ميدو اوكي بدنا نوقف هون بس خمس دقايق بس تمام في شيء؟ اوكي لقيت شيء يعني؟ بس ثواني عم يخلص علي ركز شو عم يعمل؟ زي ما بيعرف شغله انا بعرف شو عم يعمل ايه في صوت نهر
أو سائب، نهر أو سائب موجودين، أنا عم بسمع صوتهم. كيف يعني نهر أو سائب؟ هني موجودين ببيت أو بغرفة. يعني السحر بقلب المي؟ لا 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 دكن. هني موجودين ميدو بقلب بيت، بقلب بيت حد سائي أو حد نهر. في شيء نهر قريب من هون ما بعرف، أكيد في نهر. يا هار يا هار.